برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء رقم 16 من سلسلة مفاهيم تربوية تحت عنوان لقاء في المسجد الحرام. التقى في المسجد الحرام شخصيات عظيمة ومن الصحابة. اجتمع مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمعوا هؤلاء الأربعة في المسجد الحرام، وهناك قال عبد الله بن عمر لأصحابه تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. ده همة عالية جدا، أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ مني العلم أو يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى أن أكون أمير العراق. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة والمغفرة. فهؤلاء الأربعة جلسوا في بيت الله الحرام، وهناك طبعا يعني تسكب العبرات وتستجاب الدعوات وتوجد الصلوات والدعوات، فكل واحد قال أمنيته. الكل حاز على الأمنية التي تمناها، فأصبح عبد الله بن الزبير الخليفة وأصبح عروة وهكذا. وحتى قال الذهبي في السير: وأما عبد الله بن عمر فنتمنى له أو ندعو له المغفرة. هذا الموقف وهذه القصة تبين لنا عدة أمور هامة جدا في مسألة التربية، ألا وهي اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا حتى يرتفعوا وتكون على نفس هذه الطريقة. فكلما كان الابن يعني له صحبة في التفوق الدراسي، له صحبة في التفوق العلمي، له صحبة في التفوق الإيماني، صاحبه دائم الصلاة في المسجد فسيأخذه، والصاحب ساحب. فمهم جدا أثناء رحلة تربية الأبناء أن نحرص أن نوفر لأبنائنا صحبة طيبة، وأن نساعدهم في يعني هذه الصحبة واختيار هذه الصحبة. قد يقول قائل: نحن لا نستطيع هذا الأمر، أن نختار لأبنائنا هذا الأمر. الأمر ببساطة الآن أنت لا تستطيع، لأننا فرطنا من البداية، فرطنا وأصبح الولد أو البنت خارج عن الإطار الأسري المعمول به أو المفروض أن يكون، وبالتالي كلما تقول كلما الولد يعني يتمرد عليك أو البنت. إنما لو كان من البداية يوجد هذا الدفء الأسري المتواجد المفروض أن يكون موجود، كان الولد بنفسه سيأتي إليك يقول: أنا تعرفت على فلان وتعرفت على فلان وتعرفت على فلان، فما رأيك في فلان وفلان وفلان، وهكذا البنت. يبقى أول نقطة سنستفيدها من هذه القصة وهذا الموقف إن هو فضل الصحبة الصالحة، وعلى الآباء أن يساعدوا أبنائهم في اختيار الصحبة الطيبة التي تأخذ بيد الأبناء لمعالي الأمور. وكم من ولد كان في مستواه الدراسي مثلا 80% 75 85، فجأة الولد مستواه الدراسي ارتفع فأصبح في التسعينات و95 وقارب على 100. فالأب يسأل يعني: انت ايه التفوق اللي حصل دوت؟ يقول: اصل انا اتعرفت على فلان وبدانا ننافس بعض احنا الاثنين ونعمل ملخصات مع بعضنا ونحضر وهكذا، فبدا مستواي يرتفع. يبقى هو دوت، يبقى ياخذ هؤلاء الصحبه تاخذ بيدك للمعالي والتفوق. ايضا محاوله استثمار مواسم الخير، استثمار مواسم الخير. الأب لابد أنه يستثمر مواسم الخير في الدعاء لأبنائه. فهؤلاء الأربعة استثمروا المكان في الحرم. أيضا عندنا إذا لم نستطع الذهاب للحرم فيوجد شهر رمضان، فيوجد الأيام الفاضلة، فيوجد الأوقات الفاضلة، فيوجد الثلث الأخير من الليل، فيوجد أوقات كثيرة جدا ما بين الأذان والإقامة عند الإفطار وهكذا.
فالأب المفروض والآباء والأمهات يستثمروا هذه الأوقات في الدعاء لأبنائهم بالتفوق والصلاح ومثل هذه الأمور. نقطة مهمة جدا أن احنا نزرع في أبنائنا مسألة أنه هو لا يعيش على هامش الحياة، لابد أنه هو يكون عنده رؤية خاصة به، عنده هدف خاص به، عنده رسالة يعيش من أجلها، وكل هذه النقاط لابد أن هي تكون لخدمة الإسلام والمجتمع الذي يعيش به. مهم جدا مساعدة الأبناء في كتابة هذه الرؤية، في كتابة هذه كتابة هذه القيم وكتابة هذه الأهداف وهذه الرسالة. ده هذه نقطة في غاية الأهمية. ولذلك تلاحظ أن الأربعة كل واحد كان له أمنية عالية جدا وهم عالية جدا، وهذه أيضا نغرسها في نفوس أبنائنا من هذه القصة، ألا وهي أن أنت لازم تكون عالي الهمة. وأنا ذكرت في حلقة سابقة مسألة علو الهمة، فإذا سألت الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى شيء. حاول باستمرار تستثمر الأوقات التي تكون موجود فيها مع أولادك بحيث أن أنت تبث وتزرع هذه المفاهيم. نقطة مهمة جدا للأبناء، عندما تجلس وتتكلم مع أبنائك احذر ثم احذر ثم احذر أن تسفه من رأيه ومن حلمه ومن أمنيته. يعني مثلا أنت جلست مع الأولاد قلت لهم يلا يا شباب، يلا يا أولادي تمنوا، يعني سامي زي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فتقول تمنوا، فولد قال لك انا عايز ابقى لاعب كره، انت هتعمل ايه؟ انا هتسفه هذا الحلم، تقول لاعب كره، وانا كنت ربيتك عشان تبقى لاعب كره، وانا كنت بصرف عليك طول العمر عشان تطلع لاعب كره، وتبدا تسفه في هذا الايه، في هذه الامنيه. لا، ناقش هذه الامنيه، لا تصطدم معه في هذه الامنيه، ناقشه، خد وتعالى، يعني ايه خد وتكلم وروح وتعالى معاه بحيث ان هو يقتنع في النهايه. أيضا استثمار أوقات السحر وأوقات الإجابة في وضع هذه المفاهيم لأبنائنا. نأتي إلى الكتاب الذي نتكلم عنه كل يوم، اللي هو كتاب اليوم. ومن بداية السلسلة كل يوم كنت أذكر لحضراتكم كتاب يساعدنا في تربية الأبناء وفي إصلاح بيوتنا وأولادنا. كتاب اليوم أيضا كتاب مهم جدا، اسمه 40 نصيحة لإصلاح البيوت، 40 نصيحة لإصلاح البيوت للشيخ محمد صالح المنجد. كتاب سهل ويسير، يتناول في كل نصيحة نقطة مهمة جدا داخل الأسرة وداخل البيت. بعض النصائح طويلة، بعض النصائح قصيرة، ويعني لكنها تفي بالغرض. كتاب 40 نصيحة لإصلاح البيوت للشيخ محمد صالح المنجد، فاحرص على اقتنائه، ومن لم يستطع شرائه فيستطيع تحميله من على يعني شبكة الإنترنت. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا بيوتنا ويبارك لنا في أزواجنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.